مشاهدينا الكرام، بشأن انتشار السلاح خصوصا في محافظة البصرة، معنا عبر الهاتف من برلين المحلل الأمني والعسكري سيد محمد فوزي اللامي. مرحبا بك سيد محمد. من المستفيد برأيك من ظاهرة انفلات السلاح لا سيما في جنوب العراق والبصرة خصوصا؟ تحية طيبة لك سيدي وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. معروف سيدي الكريم بأنه السلاح هو حالة حدثت ما بعد عام 2003 وما بعد الاحتلال، وانتشرت بنسبة كبيرة، والحكومات المتعاقبة لم تجد آليات ولم تضع آليات صحيحة لمكافحة هذه الحالة، بل بالعكس اليوم نشاهد بأن الأطراف الحكومية، جميع الأحزاب المشتركة في السلطة، هي تمتلك أذرع مسلحة وهي تدعم عشائر في مقابل دعمها في الحملات الانتخابية ودعمها في النفوذ والسيطرة على المناطق. إذن العملية عملية لا تبتعد كثيرا عن الحكومة وعن هذه الأحزاب. فهذه الأحزاب بالنتيجة هي المستفيد الأول والمستفيد الأخير من تواجد هذا السلاح وفرض هذه السطوة وهذه السلطة في مناطق نفوذهم. وهذه الحقيقة اليوم الحملة أعتقد بأن هنالك علامة استفهام كبيرة، لأنها جاءت في مقاربة لفترة الانتخابات، يعني وقربها من فترة الانتخابات يطرح علامة استفهام كبيرة ويضعها في خانة التسييس وفي خانة الحملة الانتخابية والحملة الدعائية لا أكثر، كون أن الحكومة غضت النظر وغضت الطرف عن هذه الحالة المنتشرة للسنوات السابقة، وهي اليوم العبادي هو يكرر حقيقة سياسة ونهج حزب الدعوة. سبق لنور المالكي قبله أن في فترة سابقة انتخابية سابقة أيضا دعا إلى مكافحة السلاح وأيضا قام بحملات، لكن هذه عبارة عن إذن كيف العبادي أن ينفذ تعوداته السابقة بحصر سلاح إذا كان شركائه السياسيون يعرقلون هذه المهمة، خصوصا بعد الكشف عن صواريخ وأسلحة متوسطة وثقيلة موجودة لدى عشائر وأيضا ميليشيات في البصرة؟ لا هو غير قادر. الحالة سيد الكريم، الحالة هي عبارة عن صراع انتخابي. نعم. صراع انتخابي ما بين الأحزاب ذاتها. الأحزاب تحاول الاستخدام مناطق ونفوذ أحزاب أخرى في عمليات وفي مثل هذه الحالات الأمنية مجرد للسعي للحصول على حالة انتخابية أو تحقيق إنجاز، لكن على أرض الواقع اليوم لا يوجد آليات. هذه الحالة من الصعب جدا على حكومة ضعيفة بهذا المستوى أن تكون قادرة على جمع السلاح. هنالك في أقل التقديرات أكثر من 15 مليون، وفي أعلى التقديرات إلى 20 مليون قطعة سلاح متوفرة موجودة في العراق. هنالك حدود مفتوحة. إيران تمول، وقادة الحشد الشعبي، ميليشيات الحشد الشعبي يقولون بصراحة بأن السلاح يأتي من إيران. فإذا هذا الحديث عن أن هنالك محاولة لحصر السلاح بيد الدولة، لا توجد آليات سيد الكريم، ولا توجد هنالك إمكانية لحصر هذا السلاح. منذ عام 2003 وإلى اليوم لم يعاقب شخص واحد ولم يتعرض إلى القضاء شخص واحد بحجة حمل السلاح الغير مرخص. إذا أليس ثمة تناقض بين شكوى الحكومة من انفلات السلاح وإضفاء الصفة الرسمية على حملة هذا السلاح؟ من يحمل السلاح اليوم تقريبا يعني الأغلبية هم المتعاونون مع هذه الأحزاب والميليشيات، واليوم هنالك حالة من اليوم الميليشياوي والشخص الميليشياوي لديه القدرة على أن يحمل السلاح بدون موافقة رسمية من هذه الدولة، والحكومة تعلم بهذه الحالات. السلاح ليس متواجد في البصرة فقط، موجود في كل مكان. هنالك عام 2019 عام 2016 شهر التاسع حدث انفجار، يعني كدس يحمل أسلحة ثقيلة وأسلحة متوسطة في داخل بغداد في منطقة العبيدي. ماذا كانت إجراءات الحكومة؟ إذا هذه الحالة لو أخذنا على هذا المثال بأن هذا السلاح وهذه الأكداس موجودة في بغداد وموجودة قريب على المنطقة الخضراء وموجودة في جميع المحافظات، نحن نتحدث عن ملايين قطع من السلاح سيد الكريم. لكن نحصر هذه المسألة بأن هنالك صراع اليوم، صراع على مستوى الأحزاب فيما بينها، وهذه اليوم الحملة المسمى بحصر السلاح بيد الدولة هي بالضبط مشابهة لحملة العبادي بمكافحة الفساد، والتي هي مجرد دعاية انتخابية ولا توجد حقيقة إجراءات. إذن كيف يمكن صناعة أمن حقيقي في العراق إذا كانت الأطراف الحكومية والحزبية تعمل على إبقاء هذه الظاهرة عبر الميليشيات وغيرها من الأحزاب؟ يعني هو سيد الكريم اليوم البلد بلد ميليشياوي، والحكومة حكومة ميليشيات وحكومة أحزاب وحكومة عشائر وحكومة عصابات.
لا، هذه الحكومه غير قادره على توفير امن للمواطن، والحدود مفتوحه وهنالك تدخلات دوليه كبيره واطراف متدخله في الشان العراقي. الحكومه اذا يعني في هذا السياق هي غير قادره على هذه الحاله، لكن نحن نعلم جيدا بان هذه الحكومه منذ عام 2003 الى اليوم لا توجد هنالك انجازات على مستويات اخرى، على مستوى التعليم والصحه والاعمار وغيرها، هنالك فقط الملف الامني والورقه الامنيه تتلاعب بها في فترات الانتخابات وفي فترات الحاجه، وهذا ما شهدناه في السنوات الاخيره بالتاكيد. نعم. اشكرك الشكر الجزيل. هاتفيا من برلين سيد محمد فوزي اللامي المحلل الامني والعسكري.